أما العشر الأوائل من ذي الحجة ف يعني أعظم عمل يعمل فيها الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق يكبران، يكبر الناس بتكبيرهما. ولقد قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأفضل الذكر التهليل والتكبير في هذه الأيام.